السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم يا ربي هذا الفيديو في احسن الاحوال. فيديو جديد في القناه، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الشهيوه اللي كتجي زوينه بزاف، كتعجب الصغير وكتعجب الكبير. كيف ما راكم تشوفوا هنا، عندي الكبده ديال الغنمي. اليوم غنديرها لكم بواحد الطريقه زوينه، يعني ما غنشويهاش على الفاخر، غادي نشويها في الفران. كتجي رائعه الا درتوها الطريقه اللي درت، كتجي زوينه بزاف. جربتها من مره، ما جات ما ثلاثه، يعني منها جربتها وليت كنديرها، كتعجبني بزاف هاد الكبده في الفران وكتجي لذيذه. هنا عندي الكبده ديال الغنمي اللي غسلتها من قبل وتسكترات حتى نشفات شويه. راكم عارفين الكبده ديال الغنمي ديما كتبقى تطلق هذاك الدم. وهنا عندي الشحمه، هذه الشحمه تاع هي ديال الغنمي اللي كتكون مع الكبده والريه. وغنحتاجو التتبيله ديال هاد الكبده، غادي نديرو فيها شويه الكمون، شويه الملح، شويه ديال القزبر مطحون يعني يابس، شويه ديال المعدنوس حتى هو يابس، وشويه ديال الثوم غبره. وهنا غادي نحتاج واحد القطيره ديال الخل، انا غنستعمل غير هاد الخل هذا ديال يعني ديال الشلاضه، هو اللي غادي نستعمل. يمكن لكم نتوما تديروا قطرات من العصير ديال الليمون، يعني ديال الحامض، يعني كل واش يقول لي كلتي قولي الليمون كلتي قولي الحامض. وخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه كيفاش غنقطع هاد الكبده وكيفاش غادي نشرملها ان شاء الله. المهم راكم معايا، نبدأ على بركة الله. غادي نقطعو هاد الكبدة هادي، قطعوها غير بشوية، انا هذا غير ما هي متخسخة اصلا، غير كتدير حاولوا عليها. هي ضروري خاصكم تعطيوها شويه ديال الخاطر، لا في التقطاع لا ملي تبغيو ديروا فيها الشحمة، تلويها في الشحمة كتجي شوية صعيبة لأنها خضرة ماشي مشوية نص شوية. هنقطعوها بحال هكا صغيرة، يعني ما صغيرة ما كبيرة، القياس اللي غادي نشويوها فيه. راكم عارفين المطار كتجي فيهم غير خمسة الحبات او ستة الحبات، هما اللي كيجيو، يعني غنديرو هاد القياس هو اللي غادي نديرو. هذا غادي نستمروا هكا حتى نقطعوها كامله. بحال حنا ماشي بزاف في الدار، يعني ما غاديش نستعملها كلها، حتى نتوما جربوها ما خاصين والو، شي نهار بحال هكا تجيبوها وجربوا هاد الطريقه ديال الفران.
غادي نستمر بحال هكا نقطعوها طرافي. هذه هي الكبده من بعد ما قطعتها، غندير لها واحد شويه ديال الخل. كما قلت لكم الخل كيحيد لنا الزفوره. غندير شويه ديال الكمون، وغندير شويه الملح، غندير هاد الثومه غبره حتى هي، الا ما عندكمش تستغناو عليها ماشي مشكل. غندير المعدنوس، وغادي ندير قزبر اللي مطحون يابس، وهنا في الشحمه غندير فيها غير الملحه. ودابا غادي نخلطهم، نخلط الشحمه الاولى. ودابا غادي نخلط هاد الكبدة هادي. حتى دوك النقيطات ديال الخل بحال كيجمعوها، ما كتبقاش هكاك دايره مرخيه. شوفوا دابا كيولات يعني ماشي بحال في الاول، جاتني انا بحال ملي كتبداو تخلطوا فيها كتحسي بها بحال كتجمع شويه. ضروري نخلطوها مزيان حتى تدخل لي هذيك العطريه. كيف ما راكم تشوفوا واخا راني نخلط فيها يعني ما مبعجاش ولا ما عرفش كي نقول لكم، سمحوا لي على هذا المصطلح. المهم كتجمع مع داك الحامض مع داك الخل كيجمعها يعني بحال كتنشف. ودابا غادي ندوزو نركبوها في العويدات ديال الخشب. فاش غادي نركبهم
الكبده من بعد ما كملتها لفيتها كامله في الشحمه كيف ما راكم تشوفوا. يمكن لكم البنات اللي ما بغيتوش طيبوها ديك الساعه ديروها في الثلاجه الوقت اللي بغيتوها جبدوها وطيبوها، يمكن ليها تبات حتى في الثلاجه ماشي مشكل، حتى الغد ليه ماشي مشكل، ما غتجرى ليها حتى حاجه، لان هذيك العطريه اللي فيها غادي المهم الكبده غتشرب ديك العطريه غتولي لذيذه وتجي زوينه. تخليوها في الثلاجه الوقت اللي بغيتو عاد جبدوها شويوها، يعني دخلوها الفران. هنا عندي درت هذه ديال الشوا، ودرت هنايا الفراح ديال الخبز كيف ما راكم تشوفوا او الخباز كل واحد واش يقول ليه. فرشت لي هذا الكاغط هذا ديال الطياب، وعاد غادي ندير هذه الشبكه هذه، عاد غنحط عليها الكبده باش ملي تسقطر ملي تكون طيب طيح كاع ديك الشحمه طيح في هذا الكاغط، ما ديروهاش نيشان في الصينيه وتدخلوها للفران، يعني داك الزيت غتبقى طيب فيه. راكم عارفين الشحمه كتلق داك الليدام ديالها، من الاحسن ديروا شبيكه بحال هذه وحطوها بحال هكا الفوق. الا ما عندكمش هذا يمكن لكم ديروا سميتو الكعب ديال الالومنيوم حتى هو ديروه ماشي مشكل، المهم كيبقى لكم داك الصنين اللي غتدخلوا الفران او الفراح تبقى نقي، الدسم كامل كيطيح في الكعب. ان شاء الله غادي نوريكم ملي غادي يطيب غادي نوريكم كيفاش. دابا غادي ندوز نستفهم هنا، انا محتاجاهم دابا يعني غادي ندخلهم دابا للفران. عرفت واحد الريحه خارجه زوينه منهم، هذيك القزبر وداك المعدنوس والثومه. صافي دابا هما كملتهم موجودين، غادي ندخل دابا ندخلهم الفران، شعل عليهم الفوق والتحت. وياكم البنات خليوه يحمر بزاف، الا خليتوه حتى حمر بزاف غادي هذيك الكبده غتجي قاصحه وغتجي ناشفه. من الاحسن خليوه غير تبدا ديك الشحمه تولي يعني ذهبيه ماشي حمراء بزاف، صافي وحيدوه من الفران. الا خليتوه راني قلت لكم راه غادي تجيكم الكبده قاصحه وما غاديش تجي زوينه. المهم ريحوا حدا الفران ما تحركوش من حدا، داكشي اللي تندير انا مع دغيا 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 كيطيب الا شعلتي عليه من الفوق لتحت. البنات هذه هي الكبده من بعد ما خرجتها من الفران، جات بحال هكا كما راكم تشوفوا، ما تخليوهاش تحمر بزاف باش ما تنشفش. ها انتم البنات المهم يتحمر ديك الشحمه. كيف ما راكم تشوفوا هنايا لتحت في الكاغط كاين الزيت كاين الماء، يعني الزيت ديال الشحمه هذه كتلق داك اليدام، كلشي كيبقى ضروري من هاد الشبيكه تجي من الفوق باش كلشي يهود لتحت. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم كيف ما راكم تشوفوا، جات تبارك الله زوين، وسمحوا لي بزاف اذا شهيتكم. ورافقته مع واحد الخبيز ديال الدار اللي عاد عجنته حتى هويا. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم هاد الوصفة ديال اليوم ما تنساونيش من يعني هاد الشهيوة هادي اللي درت لكم، ما تنساونيش من لايك من لايك من تعليق ديالكم ومن بارتاج هذا فضلا وليس أمرا. وغادي نقول لكم بسلام عليكم ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد في القناة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.